ببداية عام 2017 كنت استخدم الجوال بشكل يومي، فصابني فضول أعرف كيف يتم صنع التطبيقات والألعاب اللي عم استخدمها على أجهزة الموبايل. فبالبداية بدأت أبحث عن مراكز تدريبي بالمنطقة اللي كنت مقيم فيها بالشمال، بس كانت المنطقة بهداك الوقت مفتقرة لهي الأمور أو هي النوع من التدريبات، فاضطريت أن أبحث على الإنترنت بشكل فردي عن الكورسات أو الدورات اللي بتقدم شرح عن هاي المواضيع. فوجدت انه بيتم صنع تطبيقات او الالعاب عن طريق البرمجي، والبرمجي لازم يتم تعلمه او تطبيقه على اجهزة الحاسوب، وما كان عندي القدرة على شراء حاسوب بهذاك الوقت. بعد محاولات بحث عديدة حسنت اوصال لمنصات بتعلم الشخص انه يطور تطبيقات بدون التعمق بلغات البرمجي بطريقة مبسطة عن طريق العمل على هاي المنصات على الجوال. فبدأت عام كامل استكشف هاي المنصات حتى حسنت أوصل لمنصة ممتازة تخدمني على أني أنشئ تطبيقات بسيطة ممكن أني أقدم من خلالها خدمة أو حل فيها مشكلة للمستخدمين. فبعد عام كامل وبداية 2018 حاولت اني اتعمق اكثر بهي المنصات لحتى احسن استخدم الاكواد البرمجي ضمن عملي بهي المنصات. فبعد فتره صار في عندي خبره جيده، كنت وقتها استخدم منصه سكتشوير لتطوير التطبيقات. فمع الوقت حسنت اني احصل او استخدم او اشتري عفوا، وبعد فتره قصيره حسنت اني امتلك جهاز حاسوب اتعلم عليه البرمجي بشكل فعلي. فبدأت أبحث على الإنترنت على دورات بتعلم لغات البرمجة، وبعد عام كامل حسنت أني أخطي خطوة جيدة بعالم البرمجة. ومع بداية 2019 حسنت أني أنشئ تطبيقات بسيطة. مع بداية 2019 حسنت أني أنشئ تطبيقات بسيطة على الجوال باستخدام لغات برمجة بشكل فعلي. وبعد فترة من الزمن حسنت أني أطور مهاراتي أكثر وأكثر لحتى أنشئ تطبيقات بميزات متقدمة، وهالشيء أهلني أني أدخل على سوق العمل مع بداية عام 2020. بعد دخولي بسوق العمل عملت على توسعة دائرة علاقاتي وبناء قاعدة عملاء لا بأس بها، فأسست شركة بتضم قسمين: قسم ابتكار اللي بيطرح تطبيق بحل مشكلة بتواجه السكان المقيمين بالشمال السوري، وقسم بخص طرح خدمات تقنية لأصحاب الشركات أو النشاطات التجارية العاملة بالشمال. أطلقت الشركة تحت اسم توب فاليو ونفذنا عدة مشاريع بالشمال السوري. البداية كانت مع تطبيق جيل إبداع يلي بيضم دورات تدريبية لطلاب الشهادتين بالتعاون مع كادر تطوعي. طورنا عملنا بالمجال التعليمي ونفذنا منصة منارة التعليم عن بعد يلي بتقدم نظام تعليمي متكامل من كافة الجهات بالتعاون مع كوادر مشهورة بالشمال السوري. فتحتوي المنصة على عدة خدمات، من أهمها الدورات التدريبية المعدة بمعدات احترافية، بالإضافة للنظام التعليمي اللي بيحتوي على اختبارات متكاملة تغني الطلاب عن المعاهد والمدارس الخاصة، ونظام المتابعة المتاح بالمنصة اللي بيأهل الطالب حتى يجتاز اختباره النهائي بتفوق وعلامة ممتازة. والمشروع الأخير كان في المجال الطبي تحت اسم طبيبك يلي بيقدم للمقيمين بالشمال السوري عدة خدمات، من أهمها الحجز عند الأطباء العاملين بالشمال السوري ودليل طبي شامل عن جميع المنشآت والمراكز الطبية في الشمال. أما قسم الخدمات في توب فاليو كان بيضم عدة خدمات، من أهمها خدمة البرمجة يلي بتفرع لأقسام عديدة مثل تطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية وأنظمة الإدارة والمحاسبة، بالإضافة إلى خدمة التصميم الجرافيكي والمونتاج وكتابة المحتوى والتعليق الصوتي والتسويق. هدفنا في توب فاليو أن نكون الشريك الأساسي لكل نشاط تجاري يقام بالشمال السوري، بالإضافة للنهوض بالشمال السوري لحتى يواكب التقنيات الحديثة، والعمل على طرح حلول للمقيمين بالشمال السوري على شكل تطبيقات أو مواقع بتقدم لهم حلول للمشاكل اللي عم يعانوا فيها، بالإضافة لطرح تطبيقات أو مواقع بتحل للقاطنين بالشمال السوري مشاكل عم يعانوا منها بشكل يومي. من خلال هاي النافذة حابب أوجه رسالتين:
الرسالة الأولى لكل شاب طموح حابب أنه يطور من حالته، بإمكانك بالوقت الحالي أنك تستفيد من الإنترنت لأنه هو عالم واسع بيقدم لك أي شيء ممكن أنت تلاقيه مناسب لألك أو للوصول للشيء اللي أنت عم بتطمح له من خلال البحث والمتابعة والاستمرارية. الرسالة الثانية حيوجهها لأصحاب النشاطات التجارية أو أصحاب رؤوس الأموال على أنه يستثمروا بالقطاع التقني لأنه قطاع جدا واسع، وبالنسبة لمنطقتنا الشمال السوري منطقة جدا فقيرة بالمشاريع التقنية، فأي مشروع حاليا بيقدم حل لمشكلة ولو كانت بسيطة عم يتم إشهاره بفترة جدا وجيزة بسبب حاجة الناس لإله. نهاية أنا أرى في حال تعاون العاملين من القطاع التقني مع أصحاب النشاطات الأخرى ممكن ينتقل المحرر لمراحل متقدمة وتتغير الصورة النمطية اللي عم يتم أخذها عن الشمال على أن منطقة غير حضارية أو غير مواكبة للتقنيات الحديثة.